سيد سمير غنامي، يعني اولا اقول لك الحمد لله على سلامتك بعد خروجك من السجن بعد 33 عام. سيد سمير، بدي اللحظه الاولى التي خرجت منها من السجن بعد 33 عام، كيف كان شعورك؟ والله كنت مبسوط اني انا تحررت من السجن، اي واحد، ومبسوط ثاني لان انا بين اهلي واخوتي واهلي واولادي وعيلتي والمعارف وجيراني طبعا. سيد سمير، يعني الواحد يعني القضية فيها ضمير إنساني. يعني شو شعور الإنسان يعني أن يسجن مظلوما؟ والله إشي ما بنتنسى، صعب جدا، صعب يعني قد ما تتصور، صعب كثير. يعني أنا كنت أقعد كثير هيك لحالي يعني، ويعني في أصحاب كثير مساجين بيعرفوا يعني، فاهم، يقولوا ليش قاعد، يعني يعرفوا ليش قاعد لحالي يعني. يعني بظل بتفكر بنفس القضية يعني، أنت تقول شو بساوي أنا هون يعني، فهمت كيف؟ تقول أنا لمين بدفع؟ إذا أنت عم تدفع لإشي بتعرف واحد بتعرفوش، سامع؟ يعني عمر كامل وأنت مش أنت، وطبعا الحكومة تعرف، وأنا عارف إنه ما كنتش بالمحل، وأنا بشغل ودار ماليش يعني، ما بعرفش البني آدم يعني، ليش أنا محبوس؟ كل 33 سنة نفس التفكير. حتى اللي بيعرفوني والمساجين والسهريم وكله بقول لك يا عمي وجعت، وانا احكي نفس الاسطوانه نفس الاسطوانه. سيد سمير، يعني تعتقد انك يعني رحت ضحيه العنصريه اليهوديه الاسرائيليه اللي كانت بالزمن الثمانين؟ طبعا وكنت ضحيه لهذا لعدة اسباب، كان كهانه وكان حرب لبنان وكان يوم الارض وكان صبره وشتيله، وكان بهذاك الوقت عنصريه، كان كهانة كل يوم ما بيطلع عربي، أفيدوب المحاكم يجي، المحاكم يجوا على المحاكم، اللي كان بدهم العرب، واللي حكمها أصلا كهانة وجماعته والعنصرية اللي كان. يعني كانت عنصرية متفشي، كان يمين، كان مزبوط، وأنت وقعتوا ضحية، وإحنا ضحية بالضبط. يعني لا الأمر لا لا لنا لا ناقة فيها ولا بعيد. ولا جمل يا نعم. لا نعرف شيء حتى اليوم يعني، وبعد 100 سنة لا نعم. بعرف ولا بعرف نعم. يعني هو كانوا بيحكوا بالقصة بدينيا 5.5، وأنا 5.5 كنت ببلد ثاني. أنا كنت بالبزيف نبي شعبين 5.5، وروحت مع ناس موجودين وطيبين لليوم، جيني من سخنين يعني. الأمر الذي أدى إلى اعتقالك بهذاك اليوم، يعني وين كنت يعني؟ سببين، لأنه أنا بشتغل بدينيا، وأنا رحت هاي بالكل الجريمة اللي هني بقولوا مسوينه، وأنا حطبت شوية حطب زي باقي العالم، كان إضراب هون في البلد عن بلدية كب وزبل، وكان بينا زي الناس، كان في مدحيس هون على السبوب يعني، وحطبنا غاد، وأنا وأمي وأختي وبنتي وروحنا، وحبسوني وحقوا معي وعرفوا إنه هذا هو المضبوط وروحنا. بعد 3-4 أشهر دوروا، كان عليهم شد، وكان عليهم عشان القضية هاي، فلاقوا هذول أقرب شيء الناس نعاود نجيبهم، رب العرب فيهم، وإن رب العرب فيهم، ونسكر عليهم تيك. كم مثلا؟ قالوا لي ساعتها انا كنت اعطيه نفس العود، كان مزوق، قال لي احنا بدنا 5000 عربي، والله 5000. طب يا عمي ما كلات اليهودي، احنا بدنا عربي، بدنا نسكر القضيه، بدنا نسكر الملف، عرب بدنا، بدنا ضحيه عرب. والله انا بقول لك شو قالوا لي، ذاكرها زي اليوم. يعني خلال السنوات الماضيه عمي سمير، كانت هناك يعني الكثير من الجهات، يعني أعضاء كنيسة وجهات اجتماعية وسياسية، اقترحوا عليكم حناء من قبل رئيس الدولة، وأنتم رفضتم أكثر من مرة. أنا رفضت ذلك عدة مرات. السبب؟ لأني أنا ما سويت الشيء، أنا لو كنت بدي حنيناه وروح زمان، أنا روحت من سنين. حتى يعني بعثوا لي المستوى مش بتيم، كان بروفيسور لبئي صار مش بتيم، كان مريدور، كان عندي عضو كنيسة لسه هو صار تحبورة في البيت، كان عندي ناس من المستوى مش بتيم جون عدة مرات على أبو كبير، وجون على الرملة، وجون على عبير السبع، وتعال خذ حنينة وتعال نساعدك، وكان يوسف سريد عندي بنفسه بالسجن، مكاتيب من كثير أنا رفضت.
لن أقبل ده. يعني رفضت الحنانة بكل أشكالها حتى لو أنه 100%، لو بعد 100 سنة أنا هيك بس هويتش معك مش وضعه مظبوط. إيش بدك زي بيجوني على السجن المنهي كان يجول لي كاش تروح ولا لا. أنا مرة قلت المنهي يا إنه بروح بريء يا إنه ما بدي أروح. ما بدي انا ما سويتش شيء، دوروا على اللي بتعرفوه، دوروا على القاتل، دوروا روحوا جيبوه. شو بدكم يعني؟ انا ما جابوا لي بس ورقه، ما جابوش شيء. ممنوع تحكم واحد على تيك رات صاحبتك اثبات، ما فيش شيء لانه مش احنا. فيش شيء يعني لو بيطلبوا مني مليون سنه وين ومش وين بعرفش. وين اليوم بيعرفوش اصلا وين مات، وين اللي كان معاه بيعرفوش الا القاتل بيعرف. عم سمير يعني كلمه توجهها، يعني لو انه يعني عائله المغدور هذا الطفل قدامك ماذا تقول لهم؟ انه يا عمي هني بقى. انا قلت لاخوه مره قلت له انا ماليش بالقضيه بعرفش اخوك. قال لي اخوه مره صدفته بالمحكمه قال لي انا ماليش الحكومه بدها هيك. يعني انت قلت لي المران قلت له عده مرات. بعدين في عزرا جولدبرغ اللي كان ضابط بالمخابرات حكى مع أهله، بعث لأهله، أبوه رد قال نحن الطوف مش رد سحزة عربي بالطوف لانو على الليف أم يوشيف عربي. هيك كان جواب لا يهودي. لو يهودي هيك جواب أهله يعني. أهله بيعرفوا مش بيعرفوا. سمير بطبيعة إيش طبيعة العمل اللي كنت تشتغله بالدينية بهذيك الوقت؟ والله أنا كنت أشتغل شوفير، كنت وزع أكل للبيوت، وغير إنه إذا المحل بده يعني مثلا يبعثني اجيب له اسبقاء من الهبر كل كان تعرف الهبر بده زيت، بده من تنوم وموز، بده سمك، ايش بده؟ بده اودي لملون دان لازم انا اودي لبيت ابوت. يعني كيف كنا نسمع انه كانت علاقتك مع اليهود والجيران كانت مية في كانت طيبه ومليحه وكل كانوا يحبوني، انا كنت اساعد غير شغلي يعني خاصه في ديني حتى. غير الشغل تبعي يعني يطلبوا مني اساعدهم كنت اساعدهم. كانوا يعني استغربوا اتهامك بالموضوع 100%. كان اجوا على التلفزيون ويقولوا انه هذا أنا مستحيل. انا كنت بفوت على بيتي عادي. مستحيل بيعرفوني خير. مستحيل انه يعني يعمل مستحيل فعل. كان كثير يصير سرقات بالبيوت غاد، يجي البوليس بده يحكي معي يقولوا له مستحيل ما تحكيش معه. يا الله عده مرات حصل يقولوا له تحكيش معه احنا بنعرف قصدي. ما انا كنت بفوت على البيت وهني مش بالبيت، احط لي البضاعه واضل طالع وهني مش بالبيت. مالي بدل انا مالي ومال القصص هاي يا زلمه، انا عندي مره اولاد وبيت و... صحيح صحيح عندي مسؤوليه شو بالك. صحيح صحيح انا بيت وشغل كنت. بعدين قلت لك كمان مره انا ما كنتش غادي، حتى ابن عمي نزلته باخوذ الساعه 4:10 هن بيقولوا 5:30 ديني وما كانش معي، ونزل غاد ورايح يحلق رايح على عند الحلاق على البنك معك معه وصل راح يتعلم سواقه. والله اللي بيحكوا علينا بدهم ما كانوش معي ما شفتنش واحد بجفعات اولجا وواحد كان عند واحد بالطيري. طليت انا وعلي وحسن ونزلت وروحت مع بسان انا ابو جود. المهم يعني بدهم يخيطوا الملف لعرب يضبطوه كذا وينهوا ويلغوا الملف انه المتهم عربي بالضبط. هذا كله هذا كل الموضوع. عم سمير يعني بعد 33 سنه يعني وانت اليوم بالبيت وبين عائلتك يعني كيف ستعاود يعني للتأقلم مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية بين أهلك وبلدك؟ يعني شو مخططاتك المستقبلية؟ والله أنا قضيتي مش بنساهاش، صعب أنساها لأن أنا عدت كل حياتي ببلاش أي واحد هي سلم الأولية وحياتي أكملها مع أولادي وعيالي وجماعتي وأغايبي وأصحابي يعني دك ترجع تشتغل دك ترجع على اللي بقدر عليه يعني عادي. أما أنسى ما راح أقدر أنسى، أحاول أعيش جرح مفتوح جرح مفتوح. أما إيش بعيش وحداني يعني تقول بلا خلاطة كثير مع البشر لان هيك صار معي في هيك يعني حابب انت تسافر مثلا تعمل عمره تعمل حج تزور بلاد ان شاء الله ان شاء الله. اول اهم شيء العمره الحج بيت الله، بعدين انا عابد الله الحمد لله 30 سنه يعني كان وانا املي لليوم وشايفني افني هيك. انا كنت اقول كل يوم انا مروح ليه لان مش مساوي شيء. انت بجوز هذا يحكي بجوز يجيبوا القاتل بجوز فهمتني دائما انا هاي يعني يقول صعب مستحيل ما يصير شيء يعني. يعني نفسيتها كانت مطمئني انا ما عملت ولا خطرت ولا قتلت ولا انا بعرفوش اصلا.
الحكريم بيعرفوا، فعشان هيك كانت دائما اصلا الحكريم اللي هاو معي بيعرفوا انا مش مساوي ولا شيء. ما هن قالوا لي يا عم حفل العظم، نحن كبرنا ورقال السجورت هذيك قتال لو قتال خلص بدنا نسكر الملف وبيعرفوا مش انا وانت المتهمين. في من اللورتس ولا حكورتي يعني قالوا نحن لو ما بشخيم نحكور عرفوا مش مزبوط، لانه راحوا على المحل وديتن عليه وواحد منهم قال صعب الزلمه يكون بالنبش على ويروح يجيب الباقيين ويجي على دنيا من المستحيل. كيف بدي اروح اجيب خمسه كل واحد ببلد وانا ببلد ثاني ونفس الساعه انا ببلد وهذاك ببلد؟ فهمت يا عمي؟ يعني المهم انه انتو يعني بالاول وبالاخر انتو كنتوا ابرياء وما زلتوا ابرياء بعد 100 سنه وبعد 300 سنه ابرياء 100% حتى هذا المظبوط. يعني الحج وانت بدك تحج؟ والله نقول ان شاء الله انت طالب. ناوي يعني تعمل عمره كمان ان شاء الله انا والمره ان شاء الله السنه الجايه. ما يعني خلال ال 33 سنه انت كنت تطلع يعني عطل من السجن وتزور كنت تطلع بس بعد سنين يعني مش بعد سنين يعني صرت تطلع وصرت يسمحوا لك ال بين عارفين الكلام. حتى دوائر الزون اللي كنت فيها بيعرفوا دوائر الزون كانوا بيبعدوا يقولوا يا عم احنا بقصناك بيعرفوا يعني فاهم. كنت تتنقل اكثر بالسجون الاسرائيليه؟ ايوه كانوا ينقلوني كثير يعني ينقلوني من سجن لسجن لسجن اما اول حبسه يخلوني ببير السبع اصعب سجن 15 سنه اول حبسه انا كنت بزنزالي سنين لحالي ببير السبع سنين مي يعطوني هيك يعني يا الله والله سنين لحالي الباب هيك يعني زنزالي لحالك 15 سنه لا في 12 سنه حوالي هيك بعدين فتحوا لي اياب ثاني انا وابن عمي يعني كل واحد محل وبعدين يعني صار يخففوا عن شوي 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 حتى انه صرتوا يعني تطلعوا يعطوكوا عطل يعطوكوا كذا ويعطوكوا ايوه. عم سمير الحمد لله على سلامتك الله يسلمك خير وربنا ان شاء الله يظهر يقويك والحق يعني سيظهر سيظهر قريبا يعني عاجلا ام اجلا سيظهر مظبوط ان شاء الله انا مأمن ان شاء الله واللي عنده والبريء بريء يعني ما فيش شيء مخبى 100% كل الثقه انا عندي الحمد لله رب العالمين الحمد لله.